خلينا سارة. أنا اليوم بدي أشتغل مع سارة. يارا يارا مظبوط. يا يارا يا يارا. سارة. أوكي. كلكم طلعتوا وكلكم زقفوا لكم وانبسطوا فيكم ودنيا ما عدا سارة. سارة شو قصة البندورة؟ سارة عيطوا عليها وشو هالصوت اللي ما بيسوى وجاي بدها تغني أم كلثوم وما بتعرف تغني وبهدلات بقى سارة والتاب والشعر والحواجب كله ما تركوا لها شيء شو بدك صاروا كلهم يعملوا لها هيك بالاوديو هيك هيك سارة هلا انتم كثير ملبكين لان تعرفوا سارة بس نرفز واو وسارة مقتنعة انه حدا منكم دبر هالطرد شو بهون؟ بقى سارة سارة انت هلا دبر هالطرد بدك تحكي معهم مع مين؟ مع اصدقائك انه حدا منا نوع من دبر هو 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 بلشت تتكوع انت ليش لي جالس مش هالمرة؟ انا؟ لا هي خليكي كل ما بلشوا سارة جربي الإحساس أنت جاية مقتنعة إنه كل الناس ضدك وفي حدا ضدك من هون مزبطة هالقصة كلها بعرف من هون هجمي خبري بصير بس ما تاخدوا دورة لا اوكي يعني وانتو اذا هالشي صار مزبوط انتو كتير امبارس مفروض تكونوا كتير مضايقين كرمالة يعني بدكم تجربوا تردوها بس بتعرفوا انه قد ما رضيتوها مش سحلي مش سحلي اوكي سارة انت اكل عليكي انه حدا يشفق عليكي خلاص يا جماعه خلاص السكوت ما حدش بقى لا هذا حقيقي الموضوع حرام برافو سارة برافو والله يا جماعه بلاش هزار مش كله بندوره وبيض يعني انا فيها ورده في ورده هلا كيف هزار لا تاخذوا لها دوره فيكن تساعدوها فيكن تقولوا بس هيدا مشهدها هي وبدكن تعطوها وقت لأنه معقول تكون بحاجة لسكوت لتحضر حالها من كل عقلكن عم تزقفوا صار أنا غنيت معك الأغنية ما سمعتك بليز ما عم بحكي معك أنا لسه شو هاد اللي صار برا؟ قوم انت ليش قاعد هون؟ مش مدام رولا انت مبسوط مبسوط بحالك؟ وانت بتعرفني انا بس كون معصبة ما حدا يضحك معلش سارة معلش لا مو معلش لانه اللي صار فيني ما صار بحدا فيكم مين اللي عمله هاد اللي برا؟ مين اللي عمله؟ لا يا مين اللي عمله هاد اللي برا؟ عمل ايه يا بنتي؟ عمل ايه؟ عمل ايه؟ سارة عيب تشك في حد فينا ولا لواحد انت بالاخص لا تحكي شيلي هالفكرة من راسك انت بالاخص لا تحكي وانا عم بحكي مع كريم اذا بتريدي ما تدخري عملي معروف يا بنتي يعني انت ازاي يعني حد فينا يعمل فيه كده يعني والله ما بعرف لانه لكم سوابق يعني سوري منك بس دوس سوري حتى ما معك هون عشان ايش صار معك برا ما ياي اشعر بدني مشي الحال خسرت كل شيء حبيبتي ما ضل شيء الحمد لله نشكر الله ما تفكري بهذا سارة عجبتها تكوني هيك سارة دقدوق خلص انت لو انك محطوط بموقفي ما بتحكي هذا الحكي سارة. معي هذا الحكي لا تحكي ولا تقعد تعمل حالك فهمان علي وانا معصبة ما حدا افهم مني هون سارة
اصبح حالي لعبتي مش علينا. اسكت اسكت انت الثاني اسكت، ما تقعد تعمل حالك مش على علي ابدا. ما بدي اصبح عليك. رافع رافع سيبها سيبها. اوكي اوكي اوكي، احنا اللي عملنا فيكي كده، احنا عملنا فيكي كده. احمد انت اكثر واحد بتعرفني، ماني خشيمه انا لهي الحركه. معلش هدي خلص بليز بليز. وانا كذا مره قلت لك محمد ما ترفع صوتك علي. انت ما بترفع صوتك علي، انت بتخرب. رافع رافع بس تخرب. ما تزودها علي يا زلمه، يشوف لك الدروب على كتفك. لا لا مش كل ما يحصل معها حاجة تيجي تسرق فينا يا جماعة. يعني هي لعبة، هي لعبة يا شباب، بدنا نلعبها خلاص. عيب اللي احترمك، في احترام، في احترام، في احترام. خلص سارة، مين وجه لك كلمة يعني؟ خلص خلص خلص. أنت من الأول، مين وجه لك كلمة؟ سارة سارة. مين حكمك؟ خلص يا رافع، أنت ما بتصير تزود عليها. خلص رافع رافع. في شيء يا جماعة، في شيء صار. طيب فتيل فتيل، ما حدا رافع 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 رافع. اصلا اذا في حدا عامل هاي العمله فهو انت رافع، وانا فرشي، وانا وياك بسيطه على الهوا يا حبيبه. انا خلص ما حدا يديني وانا معصبه. لا حدا يديني. اقعدي. طيب اقعدي. جيسس يا ريت كله يسكت بقى ويحط حاجه في بقه. يا ريت كله يسكت وهي تهدى لوحدها. خلصنا، خشي جوه يا ساره، اقعدي لوحدك لو سمحتي لحد ما تهدي. اخرسوا بقى خلاص. مش انت كبير على هي كبيره. شو اللي ضحكت على فكره؟ المنظر كثير حلو، بس احمر وطماطم احمر. جاي اعصب صدقيني. عن جد انا ما والله ريما ايش رح لك شيء واحد انتي. ستي ما دخلك انت ليال. اوكي ما دخلك ليال، عيب. احنا سمعنا ما دخلك ليال، ما تحكي. ما لطيف، هي بتعرف شو عملت بالاول. اوكي اول شيء بتخرسي. ما بتخرس بنام. عيب عيب عيب. رح لك كلمه، انتوا ساكنين في بيت واحد، ناموا بغرفه واحده. واحد انتي مصره انك تضلي تحت وما رح ترتفعي اكثر من هيك. مفكره الحلي اول كلمه واحده، مفكره البرايم اول وقت كنت لابسه الدريس القصير كثير حلو. مفكرة حبيبتي. لما شو انت عملتي اول؟ بتعرفوا شو عملت؟ اخذت وقصت لي الفستان من ورا مشان ما البسه. لهيك انا عملت فيك هيك. انت بنت كثير شايفه نفسك، انت بنت مغروره. حد يقول لهم نسكت عن جد. جي مدام ولا بتفضح. وانا عن جد كثير براود. انا عن جد كثير انا كثير فخوره بحالي. لا تشوف فخورة اكثر مشان الكل يعرف. وصدقيني انه اللي جاي اعظم بكثير عليكي. اوكي ثانك يو. كان في مومنت هو رافع لما حد يزعله اوعى بكره وبعده بتهب معاه. بس انا بعتقد انه لو مظبوط عرفتوا انه كريمه هي اللي عملت الضرب، ما كنتوا تصرفتوا هيك مع كريمه. اكيد يعني انا لا مشان ما احسد وقتها. عن جد مستحيل، عن جد ما بنسجل. اوكي يا انا بعرفش دلالة انا بعرف الشغلة اللي بدي تفكروا فيها.